تصدى بقى جزئيه من اين البدايه، متى كان اول تفكير في تاسيس النادي؟ وهنبدا نتكلم بقى عن المؤسسين والبدايه من عمر لطفي بيك. هو طبعا في تاريخين في تاريخ النادي الاهلي، الاثنين 8 ابريل تمام، والاربع 24 ابريل. التاريخ اللي هو عمر لطفي احنا نقدر نقول كده بالبلدي قاعد وانا عاوزين نعمل النادي، اتكلم مع اصدقائه زي ما حكى بالظبط عبد الخالق ثروت باشا في الجمعيه العموميه 1916 وهو بيتكلم عن تاريخ النادي، ودي هي الوثيقه التاريخيه لانشاء النادي اللي هي في خطبه عبد الخالق ثروت باشا في 1916. قاعد وبنتكلم مع الاصدقاء وبيحكي احنا عايزين نعمل نادي، ايه رايكم نعمل نادي؟ طب هنجيب الارض منين؟ طب هنعمل ايه؟ طب مين يكون معانا؟ قاعده وديه. دي كانت يوم 8 ابريل 1907 تمام. طب نجيب طب ميتش انس، طبعا كان ميتش انس ساعتها وكيل وزاره الماليه وكان صديق ليهم من قبل كده وكان من الناس الحضور في افتتاح نادي المدارس العليا. طب نقدر نجيب ارض من الارض من الدوله تدينا ارض في مكان فلاني؟ طب في ارض معينه والله في المكان الفلاني والمكان لا، وفي في منطقه في المنطقه في الجزيره. ومن هنا طب نشوف الجو يمشي ازاي الحكايه الروايه. وكانوا هم 10 اشخاص قاعدين واتفقوا على هذا الاتفاق، وبعد ما وبعد المداولات دي كلها اتفقوا ان يكون في خلال الفتره دي يتشاوروا وياخدوا الموافقات المبدئيه. واول ما شبه يعتبروا فعلا اول محضر يقولوا انهم كانوا خدوا موافقه مبدئيه على الارض قبل اول اجتماع رسمي. أول وقرروا يكون اول اجتماع رسمي يوم 24 ابريل 1907. وده التوقيت الناس دايما بتحتفل بيه 24 ابريل. ده التاريخ الرسمي، ده التاريخ الرسمي. انما القعده الاولانيه انا وانت قاعدين نقول نقدر نعمل شركه، لا ما نقدرش. خلاص مع السلامه، السلام عليكم، كل واحد راح لحاله يعني. طب هنقدر نعمل نادي؟ نعمل نادي. طب هنقدر ناخد الارض؟ طب ميتشل انس يشوف القصه دي، يا جماعه نقدر ناخد ارض. تبقى دي الفكره. خلاص نبدا نعمل اجتماعات، يعني اوكي نعمل اجتماعاتنا الرسميه، اتحدد ليها اول اجتماع يوم الاربعاء 24 ابريل. مين اللي كان قاعد في الاجتماع ده بقى؟ تمام. ميتشل انس طبعا، ادريس راغب بك، عمر سلطان باشا، اسماعيل سري باشا، عبد الخالق ثروت باشا، عمر لطفي، محمد محمود باشا، وامين سامي باشا، وعزيز عزت باشا. دول العشر افراد اللي قرروا انشاء شركه. شوف حتى مسمى شركه النادي الاهلي شركه مساهمه. الانجليز بيصرفوا من جيوبهم لما عملوا الانديه دي كلها. خلي بالك انت، الجيش بيعمل نادي عشان الضباط، نفس الفكره. هيئه سكه الحديد بتعمل العمال بتاعتها نادي. خلي بالك الفكره دايما، النادي الاهلي عملها في الاطار اللي عمل بيه شركه اللي هي التسليف اللي اتحولت بنك مصر، اتعمل بيه شركات الغزل والنسيج اللي هو طلب حرب. انت كل حاجه اتعملت في مصر ده اتعملت في اطار شركات. تمام. حتى النادي الاهلي لان ما كانش فيه ما فيش كيان قانوني يتعمل اسمه نادي. يعني ما كانش فيه حاجه في القانون اسمه صور المؤسسين والرموز يعمل يعمل شركه. ده عمر لطفي بيه، ده عزيز عزه، ده عزيز عزه. واللي قبليه كان امين سامي. امين سامي باشا؟ لا 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 لا، مش امين سامي، ده عزيز عزه برضه. عزيز اللي فات ده كان ده عمر لطفي من مؤسس الاهلي وعضو اللجنه العليا 1907. ما عندناش الا عمر لطفي ولا ايه؟ تمام. طيب لو بتكلم على لو بتكلم على المؤسسين بقى وابدا بعمر لطفي بيك، اتكلمنا عليه في الحلقه اللي فاتت يا استاذ سعيد. لو هتتكلم في اطار المؤسسين، ايه الاضافات اللي ممكن تتقال قبل ما انتقل لميتشل انس؟ عمر لطفي؟ احنا قلنا عمر لطفي يعني كان رئيس نادي. احنا جبنا الحته الجزئيه اللي كان كاتبها احمد امين في كتابه احمد حسين في كتابه موضوع تاريخ مصر. ان هو في مرحله في التاسيس قدامنا اهي، ده المحضر، ده المحضر، ده محضر الاجتماع في مرحله تاسيس النادي. فانا يعني في وقع يعني في روايتين مختلفين. الروايه الاولى بتاعت عبد الرحمن الرافعي، المؤرخ عبد الرحمن الرافعي، فيها ان هو في الانتخابات اللي اجريت في اختيار مجلس اداره انتخب عمر لطفي الاثنين. عمر لطفي رئيس النادي وانتخب ثروت. هي ده من كتاب احمد حسين. كتاب احمد حسين موسوعة تاريخ مصر. قال فيه ان بنتكلم عن نادي المدارس العليا. قال فيه ان تم انتخب مصطفى كامل وعبد الخالق ثروت اعضاء، والرئيس عمر لطفي. لكن في الكتاب بتاع عبد الرحمن الرافعي ما جابش مصطفى كامل.
لكن على كل حال يعني لو مصطفى كامل لو المعلومه بتاع مصطفى كامل فاحنا قدام معلومه برضه جديده ان عمر لطفي رئيس النادي ومصطفى كامل هو كانوا اصدقاء جدا مصطفى كامل عضو ما شانه شان عبد الخالق ثروت باشا هتلاقي الاثنين هتلاقي الثلاثه دول ماشيين بقى الخط التاريخي ماشي انشاء النادي الاهلي مع بعض يعني انتقال بقى انشاء النادي الاهلي الاثنين بعدين جامعه القاهره مصطفى كامل نادى بانشاء جامعه مصريه المصريين بفلوس المصريين هتلاقي عبد الخالق ثروت ده بقى في الخط بقى ده ماشي عامل انجازات سياسيه كبيره جدا وده واحد من زي ما قلت المره اللي فاتت من يعني من رموز الحياه السياسيه في الوقت ده وعمل تحولات تاريخيه كبيره جدا في تاريخ مصر وتحركات مهمه جدا يعني ده كان من الكالتشر اليت كان من النخبه الثقافيه اللي كانت قايده المجتمع في السياسه وفي الفكر وكده هتلاقي كمان يعني مثلا عبد الخالق هتلاقي مثلا حسين رشدي واحد من المؤسسين برضو المهمين هتلاقيه ده ثاني رئيس لجامعه القاهره بعد الملك احمد فؤاد كان ايام الامير احمد فؤاد اللي هي الجامعه الاهليه اللي تاسست دي جابوا الامير احمد فؤاد عشان يبقى واجهه برضو وبعدين هو مشي احمد فؤاد فبقى امين رشدي امين رشدي ده لعب دور عظيم جدا برضو في تاريخ مصر اثناء الحرب العالميه الاولى لان هو جه في 1914 جه في وقت ملتبس جدا لما بدات الحرب العالميه سقط عباس حلمي الثاني وجه بداله حسين كامل السلطان حسين كامل وهو فتره انتقاليه حوالي 6-7 شهور كان حاكم مصر تمام لغايه لما جه حد ثاني بعد كده فضل لغايه 1919 دور عظيم جدا كمان في ثوره 1919. طيب ميتشل انس الحقيقه ميتشل انس كان وزير كان وكيل وزاره الماليه وهي من الحاجات الغريبه قوي ان كان في دايما اتنين من الانجليز شاهدين على جميع الحركات اللي كانت موجوده في الفتره ده ميتشل انس ومستر سيمبسون الاتنين دول تلاقيهم في اغلب الفعاليات اللي كانت موجوده طبعا انا اقدر ارجع ده لانه الانجليز عاوزين يراقبوا اي انشطه في مصر نتكلم ده عايزين يراقبوا اي انشطه مش هيسيبك تعمل حاجه كده يعني فقدامك خيار انك انت لازم تستغل الناس دي مش هتقدر تعمل حاجه من غيرهم تلاقيهم في افتتاح مدارس العليا نفس الشخصين موجودين تمام ده حاجه من الحاجات الغريبه ان كانوا موجودين في التوقيت ده ونشات الصداقه طبعا بمرور الوقت احنا برضو قاعدين بقى يوم احنا مش هنفضل نتخانق الخناقه حصلت سنه 82 خلاص والانجليز دخلوا احنا بقى كناس فاعلين يوميا وبنتعامل في امور اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه مش هيبقى بينا خناقه كل يوم انتوا جايين تستعمرونا لا خلاص بقى الحوارات بتبدا تاخد اشكال تانية السياسيين شغالين والاقتصاديين شغالين ولازم هنتعامل مع بعض تمام في واقع موجود دلوقتي وبالتالي نشأت الصداقة بينه وبين عمر لطفي وعمر لطفي استطاع ان هو كانت الفكره ان هو يستغل سلطات ميتشل انس في ان احنا نعمل نادي للطلبه وعلى فكره في بعض المصادر الخبيثه قالت كلام قال لك ان ميتشل انس وافق لعمر لطفي ميتشل انس وافق ان يكون مع عمر لطفي في القصه دي لان الانجليز كان كعبهم جدا نادي المدارس العليا وبدا انشطته تحولت اغلبها لانشطه وطنيه ومظاهرات في الفتره دي برضو مع مصطفى كامل فقال لك يمكن نقدر نشغل الطلبه بالنادي تمام لكن هي كانت المفاجاه ان اتقفل بعد كده النادي وبدات المظاهرات تخرج من النادي الاهلي نفسه فهي في كلام كتير اتقال حوالين القصه دي لكن المؤكد فيه ان عمر لطفي استطاع ان هو يستغل صداقته الوطيده بميتشل انس في انه يساهم في تاسيس النادي الاهلي بقدراته انه يجيب الارض وهي كان الاساس الارض لان لو تلاحظ اكبر مساهمات ميتشل انس في القصه الارض وبعد الارض لا قامت باقي المؤسسين بالدور الاكبر في تاسيس النادي الاهلي تمام ويحسب للنادي الاهلي بعد ساعه ما بعد هو بعد حوالي اقل من سنه تم انتقل في واشنطن وعند الافتتاح في 1909 بعتوا له دعوه ليحضر افتتاح النادي الاهلي وده هنجيله بعدين هيجي وقتها ان شاء الله طب استاذ سعيد كلمه اخيره في الفقره دي واحنا بنتكلم على ميتشل انس واسماعيل سري باشا هم دول حوالي 7 باشوات او 8 باشوات اللي هم وضعوا حجر اساس اسسوا النادي الاهلي او حولوا فكره عمر لطفي لكيان مؤسسي كيان مهم يعني او بدايه او بذره لكيان
مؤسسي مهم. اللي عايز اقوله ان ده يعني المصادفات التاريخيه العبقريه. ده ميتشل انس. ميتشل انس. ده ميتشل انس. ده هو زي ما قال اخويا محمد مصطفى ان هو عمر لطفي حب يستغل، هو كان رجل عنده باور جامد او كان عنده نفوذ، كان عنده سلطه قويه جدا لانه كان وكيل وزاره الماليه وكان اساسا ضابط في الجيش البريطاني، فالضباط بيحظوا بوضع قوي جدا. فكون انا اصدره كواجهه ده عمل سياسي بامتياز بالدرجه الاولى. بامتياز. بامتياز عمل سياسي. دوك الناس عبقره يعني بتحيده. سياسيين بيتحيدوا بالظبط كده. بالظبط كده. او بيستغلوا كواجهه. كواجهه بالظبط. بعد كده بيطير هو يعني طيب يعني بعد كده مشي هو يعني عارف القصه، فبعد كده مشي لوحده. وخلي بالك الفتره اللي قعد فيها دي كلها اللي هي السنه كانت مرحله تاسيس، اجراءات تاسيس، ما كانش فيه النادي الاهلي، ما كانش فيه شغل فعلي. لا ما كانش فيه لسه بتعمل تاسيس. ما كانش فيه الارض. الارض ما فيش حاجه. ما فيش ارض وما فيش الارض بتبني. ما فيش حاجه، لكن كل ده كان على الورق. تمام. مرحله التاسيس، لما بدا العمل الفعلي لا اجي مصري. عزيز عزت باشا. عزيز عزت باشا. عزيز عزت باشا، وده عزيز عزت باشا ده برضه نبدا بيه الحلقه الجايه دي ان شاء الله. ليه؟ لا مش هو لوحده، لان هو انت عندك الخط ده ماشي. فتره محمد من بتاعه 1907 دي فتره عبقريه في تاريخ مصر، او صدفه عبقريه جمعت مجموعه او عملت اتعمل افكار اتعمل فيها لوبي من الشخصيات المهمه جدا جدا. تمام. اصحاب المبادئ واصحاب الافكار اللي هم يعني بيعملوا انجاز بيصنعوا تاريخ وكانوا جادين جدا. حسين رشدي ده فضل ورا فكره جامعه القاهره مثلا، وهو كان يعني هو جزء من مؤسسي النادي الاهلي، لكن ده واحد من مهم جدا اللي انشاه الجامعه المصريه سنه 1925، لان الجامعه الاهليه ما مشيتش كويس، لا عشان كان في ازمات في التمويل. تمام. فهو كان رئيس وزراء سنه 1919 واقترح ان لا الحكومه تتبنى هذه الجامعه وتنفق عليها وتصرف عليها وبتاع، وجابوا احمد لطفي السيد باشا وحط لها نظام. هو اللي جاب احمد لطفي السيد قال له حط لي نظام وحط لي قانون، لغايه لما حصل معوقات كثيره من الانجليز، لغايه لما حصل سنه 25 بعد طبعا ثوره 19 وكده 25 ظهرت الجامعه المصريه ورئيسها احمد لطفي باشا السيد.